68 عاما من عمر لبنان حقبة تختصر نضالا طويلا في سبيل الحفاظ على الاستقلال وتحصينه من الأخطار، وتأتي الذكرى هذا العام محفوفة بالمخاطر والمخاوف من تداعيات العاصفة الإقليمية على الساحة اللبنانية. وسط هذه الأجواء أقيم العرض العسكري المركزي في جادة شفيق الوزان وسط بيروت جامعا أركان الدولة تحت سقف منصة واحدة، وفي ظل عنوان معبر اختارته قيادة الجيش خصيصا للمناسبة، وهو جيشنا والفتى عند صوت الوطن. العرض الذي دام ساعة ونصف تميز بحضور حشد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية، وبدأ مع وصول رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الذي قام بتحية العلم وعزف له النشيد الوطني اللبناني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا قبل أن يتوجه إلى النصب التذكاري لضريح الجندي المجهول، حيث وضع إكليلة من الزهر وعزفت موسيقى التعظيم ولحن الموتى. رئيس الجمهورية صعد بعدها ووزير الدفاع إلى جيب عسكري مكشوف، وقام باستعراض الوحدات المشاركة وتحية المشاركين قبل أن يأخذ مكانه على المنصة إلى جانب رئيسي مجلس النواب والوزراء، وقد أضيف على المنصة كرسي إلى جانب رئيس الجمهورية مخصص لنائب رئيسة البرازيل الموجود في لبنان. وافتتح العرض بتحليق تشكيل من الطوافات العسكرية والسيكورسكي حاملة الأعلام اللبنانية وعلم الجيش. العرض العسكري آلية شيقة وتدريبات نوعية قام بها فوج المغاوير وشمل العرض النزول جريا إلى الأمام بواسطة الحبال والنزول على حبل السرعة من الطوافات، فيما تم إنزال العلم من على مبنى بالقرب من مكان العرض. والمميز في العروض تنفيذ عمليات بحرية بمشاركة خفرات وطوافات. وعلى مرأى من رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والوزراء، قدمت فرق من الوحدات الراجلة والمؤللة تمثل ألوية المشاة وأفواج التدخل والمغاوير والمكافحة والمجوقل والمدرعات والمدفعية استعراضا عسكريا بمشاركة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك وفوج الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر وخيالة قوى الأمن الداخلي ومفرزة كلاب تابعة لفوج الهندسة. الاستقلال اللبناني هذا العام أغلى من أي وقت آخر، لا سيما وسط الأوضاع المتأزمة في المنطقة والانقسام العمودي على الساحة اللبنانية على عدد كبير من الملفات أبرزها الأحداث في سوريا والمحكمة الدولية. وأمام هذا الواقع يحتاج اللبنانيون إلى رجالات استقلال جدد، فهل يرقى المسؤولون إلى حجم هذه المسؤولية؟ من جادة شفيق الوزان في وسط بيروت، نخلع ضيمة، MTV.